مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم تكون كلها بخير وعلى خير يا ربي. همدره غلبتو رمضان ولا غلبكم؟ سيرتو مع هاد الحراره سبحان الله العظيم، طلعت للطوب فهاد الايام هذه، والحمد لله على كل حال. الله يجعلها لنا مغفره للذنوب يا ربي. واليوم نهار جديد وفلوق جديد كما العاده، غادي تدوزوا معايا هكايا نهاري في الكوزينه، نتشارك معكم هكايا وصفات هكايا الطبله ديال رمضان، هكايا سريعه وسهله. كنقلبوا في رمضان البنات على الحاجه اللي سهله مهله عادي والله الا انا البنات راه كندخل لاكوزين غير بالزز، سيرتو كما قلت لكم مع هاد الحراره. ايوا الحمد لله، الله يجعل لنا مغفره الذنوب. ايوا البنات، اي حاجه درتها هكايا اليوم ها نتوما معايا، خليكم معايا. هيا البنات، وجدت الطواجين ديالي على تيساع هكايا، طواجين بالكفته. فين ما كتكون عندي البنات شي حاجه هكايا ثقيله يعني الفطور خاصها توجد، كنوجدها على تيساع يعني، وكنخليها دابا حتى عند الفطور وغادي نسخنو. يعني الطريقه العاديه باش كنوجدو هكايا الكفته، بفلافل هكايا مشكله وشويه سيترون، درت معها فلفله حاره ولا صوص طوماط. غندوز هكايا البنات باش نعصر الليمون كما كتعرفوا هكا، باش نحطو هكايا يبرد على خاطرو. فهكا البنات، ما عرفتش شكون هكايا اللي بحالي، ضروري انا في الطبله ما يكون هكايا الليمون، عصير ديال الليمون ولا عصير بالحامض. الا ما كانش واخا نشرب هكا شي عصير مصوب بالحليب ولا، كيجيني راسي بحال ما رويتش العطش. البنات هنايا من بعد ما ساليت هكايا العصير ديال الليمون، عندي هنايا ديجا هاد الشهديه والخوخ ديجا كونجولي، غادي نقطعهم هكايا كونجولي، ما تخليهمش حتى يطلقوا، باش كيجي هكايا هذاك لوغو ديال الثلج هكايا، وكيجي مبرد نيت كيبرد لكم العصير. غادي نقطعو هكايا في الميكسور وغنزيد عليه عصير الليمون وغادي نطحن.
الناس. من بعد ما درت هكايا العصير ديالي برد في الثلاجه، ما بين ما هكايا هذاك الخوخول وهذوك اللي في الولي جبت من الكونجيلاتور يطلقوا عاد نطحنهم معاه، هكا باش نوجد واحد الكيكه ولا بسبوسه هكايا بالليمون، وكتجي مسقيه بالليمون كتجي غزاله يا البنات. صبقت الليمون هنايا دهنته بالزيت ورشيت هكايا عليه السميده هكا. صافي البنات غادي نبدا هكايا في الطماط، غادي ندير ثلاثة البيضات البنات راهم قاسين حنينه في البيت هي وقتها، ولاو كيضربوا ليا هكايا على لي جوي ديالهم ما نعاودش لكم البنات. مهم درت ثلاثه البيضات، هنا واحد قشيره مشات ليا، وغادي نزيد البنات غادي نعبر كاس العنبه، غادي نعبر واحد الكاس ديال الليمون هكا، نضيف الخليط، غادي نضيف معاه واحد الكاس ديال الزيت، غادي نضيف حتى الكوك تعطيه واحد اللذه من الداخل، كيتواتى مع السميده هذه بعدا هي الاولى وكيعطيها واحد اللذه ما نعاودش ليكم البنات غزاله. ممكن هكا تزيدوا كما قلت لكم كاس ديال الكوك، غادي نزيد واحد فاني، من بعد هكا يا البنات غادي نخلط هاد العناصر كامله عادي غير بالفوي. الا بغيتو تستعملوا الخلاط اولا الميكسور هكايا في التخلاط، ولكن الصراحه ما تحتاجش، ماشي كيما الكيكه اللي كتخلط هكايا بالدقيق، من الاحسن انها تطلع مزيان وكيولي طلعوها مزيان بالباتور اولا بالميكسور، اما البسبوسه ما تحتاجش الصراحه، خلطوها غير بالفوي عادي بيديكم. صافي البنات هنايا غادي نزيد هكايا السميده الرقيقه اللي كنستعملوا هكايا في الحرشه وفي هكايا في البسبوسه والحرشه، السميده رقيقه مويان ماشي رقيقه ثاني بزاف، غادي نزيد على حسب الخليط تقريبا، غادي تدي ليا هكايا ثلاثه الكيسان د العنبه. وما تنساوش البنات انه الكيسان اللي عبرتوا بهم المقادير الاولين يعني الزيت وسكر سنيده والكوك هما باش غادي تعبروا حتى السميده، باش كيجي هكايا الخليط هكايا متجانس كيجيو العبارات هما هادوك. من بعد هكايا البنات ما خلطت الخليط هكايا بالسميده دات ليا هكايا واحد ثلاثه الكيسان كما قلت لكم، كتجي هكايا ما ثقيله ما خفيفه. غادي نزيد عليها هكايا الخماره الحمراء اولا الخماره ديال الحلويات من وزن 7 غرام جوجات اللي غادي نحتاج هكايا معاها. كما كتلاحظوا معايا البنات راه كتجي الكثافه ديالها كما كتشوفوا في الصور ما ثقيله ما خفيفه،
بهذا الشكل. صافي البنات، غادي نفرغ الخليط ديالي في المول، وغادي يكون هكايا نشعل هكايا الفرن على درجه حراره تكون متوسطه، وتاني ما تجهدوش عليها الفران بزاف باش ما كتحرقش. كتعرفوا راه البسبوسه دغيا دغيا كطيب، ماشي بحال الكيك العادي. وردوا معاها البال، لا تغفلوا عليها حيت دغيا كطيب كما قلت لكم. هكا البنات، من بعد هكا يا ما توجد عندي البسبوسه كما كتشوفوا كتاخذ لون شهوه منه مذهب. غادي نسقيها هكا يا بالليمون. انا يا الصراحه ما كنزيدش على الليمون السكر او لا شي حاجه، كنبغيها نسقيها هكا يا بالليمون طبيعي معصور طبيعي، وتكون هي سخونه والليمون بارد باش هكا دغيا دغيا كتشربوا. ونزينها هكا بشويه الكركم الفوق، وصافي ندخلها تبرد. فهنا البنات دست باش نوجد واحد الحشوه اللي غادي نخدم بها هكايا واحد المملحه او كرواسون هكايا مالح، كتجي غزاله يا البنات وهشيشه. قلت هكايا نسبق الحشوه هي الاولى على العجين، كما كتعرفوا الحشوه كيبغي هكايا نخدموا بها نعمروا بها العجين وهي بارده، باش نخليها هكايا على خاطر خاطرها تبرد. فهنايا هاد الحشوه هادي غادي نصوبها بلاصوص بلونش. مهم هنايا درت واحد جوج بصلات هكايا مويان، شلطتهم رقاقين هما الاولين، خليتهم حتى سطاحهم مزيان ولاو مذهبين. عاد زدت عليهم البنات قطع من صدر الديك الرومي، وزدت عليهم المخروم او الفطر المعلب هكايا مقطع اطراف صغارين هكايا مويان. صافي، ومليحه وشويه الابزار، وخليتهم هكايا يتقلاو مع بعضياتهم. فالبنات ما تخليوش هكايا لدان دي يبقى هكايا يطول هكايا في الطيابي او يتقلى بزاف، غير تحسوا به طاب صافي هكا باش ما كيقصحش لينا وكيجينا قاصح. راكم كتعرفوا راه مني كي نطولوا ليه في الطياب كيولي قاصح. من بعد هكايا البنات كما كتشوفوا، ملي كتحسوا هكايا بلادان خدا هكايا الطيوبه وطاب ولا رطب، غادي نزيد عليه هكايا جوج حكاك هكايا من الياغورت مسوس. ممكن تعوضوه بلا كريم فريش اللي يعجبكم البنات، الا ما توفراتش عندكم بحالي انايا اليوم لا كريم فريش، ممكن تعوضوها بالياغورت مسوس. وهكايا كما قلت لكم درت جوج الحكاك او لا تقريبا، الا درتوا لا كريم فريش ديروا هكايا عينكم ميزانكم، يعني على حسب الحشوه، يعني على حسب الكميه ديال الحشوه عينكم ميزانكم. صافي، وغادي ندمج هادشي كامل نخلطو ونخلي هكايا يشرب ليا ويعقد ليا ويشرب ليا هذيك لاصوص. وغادي نزيد عليه من بعد الجبن المبشور، تبقى اختياري. انا اختاريت انني نديرو مع الحشوه، ومن بعد عاوتاني ملي نبدا نصاوب لي كرواسون نزيد هكايا منه هكايا لداخل مع الحشوه، باش هكايا يجيونا هكايا معلكين من الداخل، ويجي هذاك لوغو ديال الفرماج باين وواضح. زدت هكايا البنات شويه الابزار،
كما قلت لكم تبقى اختياري، ولكن الصراحه كيعطي واحد واحد لوغو، واحد اللذة غزاله. صافي غادي نخلي هادشي كما قلت لكم حتى يشرب مزيان، تغمر ليا لاصوص وتعقد. عاد غادي نزيد هكايا الجبن مبشور ونخلط كلشي، ندمجو هكايا ونخليها هكايا تكون واجده الحشوه ديالي، ونخليها تبرد على جنب. هنايا البنات العجين هكايا من بعد ما تفاعل عندي، سمحوا لي هكا البنات مشات ليا البارتي الاولى. فهنايا كما كتشوفوا راه تفاعل عندي، درت فيه هكايا واحد الكاس ونص ديال الحليب، وواحد كاس ونص ديال الدقيق وبيضه، وثلث كاس ديال العنبه ولا ديال الشاي ديال الزيت، يعني قل من نص ديال الكاس ديال الزيت، وشويه شويه الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخميره، ومعلقه كبيره ديال السكر الخشن. صافي وغادي من بعد هكايا ما تفاعلوا ليا هاد العناصر كاملين اللي قلت لكم، غادي نزيد عليهم هكايا الدقيق يعني حسب الخليط حتى تتجمع لي العجينه وتولي عندي متماسكه. صافي وغادي تكون عندي واجده. صافي كتخمر البنات مره واحده وغادي نخدم بها. بعد البنات ما تمسكت ليا العجين قسمته هكايا كويرات هكايا اللي بسطتهم هكايا، وغادي نبقى ندير ما بين كل خبيزه هكايا او الكره اللي بسطتها بهذا الشكل ديال العجين، غندير من فوقها هكايا المارغرين او الزبده مارغرين هكايا محكوكه، باش كيجينا هكايا العجين مورق. هو راه ماشي عجين مورق، ولكن ملي كيطيب وكتوجد كتجي غزاله يا البنات، وكتجي بحال راكم خدمتوها بالعجل المورق، كتجي هشيشه هشيشه بزاف ورطيبه. صافي غادي نبقى هكايا ندير ما بين كل وحده وحده الزبده هكايا محكوكه، ونبقى هكايا غاده حتى تنسالي الكويرات اللي عندي. تقريبا هاد العجينه البنات خرج ليا 4 الكويرات ديال العجين اللي غنخدم بهم، وغندير هكايا وحده من فوق وحده كما كتلاحظوا في الصور. هكا البنات ما بين كل كما قلت لكم ما بين كل يعني كل كويره وكويره، يعني ما بين كل كميه العجين وكميه العجين كنبشر هكايا الزبده. وما تنساوش البنات انكم ديروا هكايا الحجم ديال الكويرات يكون هكايا قد يعني في الحجم يكونوا متناسقين، باش كيجيو هكايا قد بعضياتهم، ما كتجيش وحده يعني كبيره وصغيره على الاخرى، كيجيو هكا متناسقين في الحجم. صافي البنات غادي نكمل هكايا الكويرات ديالي، وندير ما بين كل كويره وكويره الزبده. فهنايا البنات احتاجيت نص رابعه ديال الزبده ديال المارغرين، تقريبا الرابعه ديال الزبده هذيك اللي كتباع النص ديالها هي اللي كفاتني لهاد الكميه ديال العجين. فهي البنات راه كتجي السر ديال الهشاشه والرطوبيه ديال هاد الكرواسون هو في هذاك ديك الزبده اللي كنديروا ما بين كل طبقه وطبقه ديال العجين، هي اللي كتعطيها الرطوبيه وكتعطيها الهشاشه وكتجي رطيبه. صافي هنايا البنات كما كتشوفوا من بعد هكا ما صاوبت الكميه كامله، خديت هكايا مدلك وبقيت كنطلق هكايا العجين على شكل سيركل اولا دائره، وتجيني هكايا العجينه تكون فيها واحد سنتيمتر ولا سنتيمتر ونص في السمك، خاصها تكون رقيقه باش كتجينا هكايا
الحشوه غالبه على العجين، ما جيناش العجين غالب على الحشوه. صافي وغادي نكمل هكايا، يعني نطلقها مزيان مزيان كما قلت لكم، تكون في الحجم ديالها سنتيمتر سنتيمتر ونص. صافي وغنقطعها على شكل مثلثات. هنايا البنات من بعد ما قطعتها غادي ناخذ هكايا الحشوه، غادي نحطها هكايا في الطرف ديال المثلث، غادي نحط معها واحد شويه فروماج هكايا رابي، وغادي نلويها وتجي على هذا الشكل، ونحط هكايا في اللاطه ديالي ونخليهم يرتاحوا واحد شويه، غير 10 دقائق، ما تخليوهمش يخمروا مازال، يرتاحوا ما بين ما يسخن لكم هكايا الفران، ودهنوهم باصفر البيض ودخلوهم. هنا البنات من بعد ما ارتاحوا 10 دقائق هكايا ما بين ما سخن ليا الفران، سخنوا الفران هكا البنات على حراره متوسطه، دهنتهم هكايا غندهنهم باصفر البيض، وغادي ندخلهم هكايا دغيا حتى هما كيطيبوا، ما كياخذوش لينا الوقت بزاف. صافي ولا بغيتوا تزينوهم هكايا بالخشخاش اولا اولا بالسمسم الابيض اولا السمسم الاصفر اللي يعجبكم البنات. انايا بغيتهم هكايا سامبل، مدرت ليهم والو غير باصفر البيض من الفوق. صافي غادي ندخلهم هكايا للفرن حتى تيوجدوا ليا يكونوا واجدين. هنايا خديت البنات جوج باربات هكايا طريين، ما سلقتهم ما والو. الصراحة كتجي هاد السلطة هكايا صحية ومفيدة، يعني للناس اللي كيعانيو من الامساك او مرض هكايا في الامعاء، صراحة راه مفيدة للجهاز الهضمي. وما تنساوش هكا البنات مرة مرة في الفطور او لا في او لا مع العشاء او لا هكايا تدخلوا شوية الفواكه والخضروات، وماكلة هكايا تكون صحية ومتوازنة. هنايا خديت الحكاكة، غادي نحك هاد الباربة في الحكاكة الغليظة جوليان، غادي نحكها هكايا مزيان مزيان حتى تولي عندي مبشوره على داك الشكل. من بعد هكا يا البنات غادي نضيف عليها عصير الليمون. صراحة البنات راه كتجي هاد السلطه منعشه بزاف بزاف، وسيرتو الا خليتوها هكايا تبرد. وغادي نضيف هكايا يعني حسب الذوق، ضيفوا سكر الخشن او السكر سنيده، وقدموها في اللي يعجبكم. انا غنقدمها في هاد الكؤوس هادو ديال لي ديسير وديال لي غلاس وهكايا، باش كيجيو هكايا عاطين منظر، تجي التقديم ديالهم زوين. مهم البنات، ما عرفتش شكون اللي بحالي ما كنش كنحمل ناكل الباربه، سيرتو ديك اللي كتكون مسلوقه ومصوبه في لاصالاد نيسواز ومع بطاطا، وهذا ما كنتش كنمشي جهتها نهائيا. وراكم كتعرفوا شحال عندها ديال الفوائد، غنيه بالاملاح المعدنيه ودي فيتامين، ومفيده هكايا كتزيد الدم الفقر الدم وشحال من حاجه، وكنت ما كنزعمش ناكلها. ولكن الصراحه البنات من نهار ذقتها بهذه الطريقه هذه وليت مدمنه عليها، ولات كتعجبني بزاف بزاف. كما كتشوفوا هنايا ضفت السكر الخشن، وغادي ندمج هكايا العناصر كامله حتى تندمج عندي، وغادي نفرغهم هكايا في الكؤوس كما قلت لكم، وندخلهم هكايا يبردوا. وصراحه غادي نخليهم هكايا حتى العشاء، ونحطهم هكايا مع الطويجن، كيجيو هكايا مرافقين هكايا مع شي طويجين. هاد السلطه هادي كتجي مع الطويجنات ومع هكايا المريقه، وهكا غادي تجي مواتيه الصراحه البنات.
هكا البنات وجدت الطبيله ديالي، كلشي قديتو، كلشي موجود عندي، كنتسناو هكا يا ودن، ما بقى والو. يقول الله اكبر، يعني تقريبا دابا في الساعه راه شي 7 الا ربع هكاك، يعني ما بقى والو يا ودن، كلشي عندي موجود. مهم البنات، هنايا غادي نسد معكم الفيديو ديال اليوم، نقول لكم نلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد على القناه، ونهار جديد، افكار جديده، وصفات جديده، نهار اخر في تاني في الكوزينه، ولا شي روتين اخر. مهم، ولا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي، ما ترديش انك تضغطي على زر الاشتراك، ودعميني بلي بوس بلو، خلي لي تعليق باش نعرفك. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد على القناه، وباي باي. نخليكم مع الطبيله ديالي كيفاش الشكل ديالها. الناس كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالي. كيما قلت لكم الطاجين خليته للعشاء، ما كاينلاش الواحد يكثر عند الفطور، يعني كلشي مهم، كاين المالح كاين الحلو، يعني ما كاينلاش. هنايا كيما قلت لكم سخنت المسمن، انا ما كيخطانيش الصراحه في الطبله الفطور، كيما قلت لكم ضروري ما يكون. وهاد لي كرواسون مالحين كيجيو الصراحه غزالين البنات، وهشاشين وعامرين من الوسط، ودوزي من الوسط، الحشوه كتجي غزاله من الداخل. ومن طبيعه الحال داكشي اللي ما كيخطاه حتى شي طبله د الفطور، مغربيه، التميرات، ليلو، شباكيه، البريواس. مهم البنات، وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي. زينتها هكا بدي سوغيز هكا من الفوق وشويه الكوكو. صافي البنات، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالي. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد على القناه كما قلت لكم، والى اللقاء، ومبروك عواشركم والصحه فطوركم. باي باي.